أنا ديما في الانتخابات الأولاني من حقي وواجبي الاثنين عاد منا ومنا وفي منفعتي، لكن ما نمشيش شنو ما نحب نقول. وإن شاء الله انتخبنا إن شاء الله الأمور تمشي باهية، ممكن هنا عزوف في بعض المناطق أخرى، أما تو هنا ما لقيتش تو وقفت أنا مشوار غادي بعد بس قاعد تجي بشوية بشوية ما نوصلوا العشية قلت ربي الناس كل اللي تعبر على مقصودها. وسنا ظن أنا ثم عدد لاباس به، ما تصورش ثم عزوف كبير ياسر، حتى ذاك ثم نيجليجابل. وان شاء الله ربي ثم كان خير كهو، وربي فضلكم انتم الشباب، ما عاملين عليكم الشباب بالكدا بالكدا. اليوم جينا نقدموا في وجبنا الانتخابي في الانتخابات التشريعيه، والله احنا نقولوا بالفرنسيه نكونوا اوبتيميست، معناتها نكونوا متفائلين، ونأملوا انه يكونوا معناتها خذوا درس في الدورات السابقه، وان شاء الله يكونوا في المستوى، وان شاء الله يقدموا الافضل من اقتراحات ومشاريع قوانين للبلاد اللي تخدم البلاد وتخدم الشعب. جيت نقوم بالدور نتاعي كمنتخب وجيت وانتخبت، رغم اللي في الانتخابات معناتها ما فماش حتى شوا، معناتها عندك واحد بركه يا تفوتي يا لا، انت فهمتني. وقمت بالدور نتاعي كمواطن تونسي، معناتها يلزمني نجي ننتخب وانتخبت وذاك.